الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرحب بحضراتكم مرة أخرى مع انطلاقة الشوط الثاني عشر الذي يحمل في كشوفات الإبكار اللقاية المهجنات الأصايل من مسافة الخمسة كيلومترات، حاملة لهذا التحدي ولهذا الانطلاق. كما نذكر بأن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول وجوائز نقدية ثمينة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر في هذا المهرجان الكبير، مهرجان ختامي الوثبة لعام 2015 للميلاد. نتابع هنا مباشرة مقدمة الشوط والمركز الأول والانطلاق الأول. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هنالك من تتواجد على المركز الأول، السياد سعيد بن حمد بن سعيد الحول المري يأتينا الآن على المركز الأول والانطلاق الأول. ننتقل مباشرة إلى ثاني التحديات، هنالك أسيل عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي مقدما لهذا الاسم الجميل، لهذا الاسم المميز، على المركز الثاني المركز الثالث. هذه مهابة أحمد بن راشد بن غانم المنصوري المركز الرابع. هنالك القادمة المتحدة للسيد علي بن حمد بن سعيد الفهيدة المري يتقدم الآن، شعار الفهيدة على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك انتفاضة سالم بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي، أحد الشعارات المهمة التي دائما تشارك في الأشواط الرئيسية والأشواط الحساسة، يتقدم هنا على المركز الخامس. سادس التحديات، يا سلام، هنا الانطلاق والاندفاع من قبل الشايبة حمد بن الصغير بن راشد بن سعيد المهيري يتواجد هنا على المركز السادس. المركز السابع عواصف محمد بن عبد الله بن محمد السهلي القادم على المركز السابع. المركز الثامن وصلت ناصية محمد بن أحمد بن مايد الخيالي يتقدم رجل الخطوط النهائية، هذا الشعار العملاق وصل هنا على ثامن التحديات. المركز التاسع، المركز التاسع هنا الشعلة محسن بن علي بن محسن بن نديله المري القادم من دولة قطر ومن ميدان الشحانية بالتحديد. المركز العاشر، ختام هذه الجولة مع الشاهنية، علي بن سعيد بن راشد الراشدي يتقدم هنا على المركز العاشر. هذه النتيجة وندان الأول للعشرة المراكز الأولى عبر قناة ياس الرياضية المتابعة لهذه التحديات ولهذا الانطلاق. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط، إلى القيادة، إلى الريادة، يا سلام، السيطرة هنالك. مشاهدينا متابعينا الكرام، السياد، السياد المتسيدة مع هذا الانطلاق. سعيد بن حمد بن سعيد الحول المري مقدما لهذا الاسم، وأسياد تتسيد المشاركين وتتسيد الانطلاق وتبحث عن السيارة، تبحث عن الفوز والانتصار. المركز الثاني هنالك أسيل تحتل المركز الثاني مع بن مفتاح عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي يتواجد هنا على المركز الثاني مع انطلاق أسيل، شعار الفهيدة على المركز الثالث هنا مع المتحدة علي بن حمد بن سعيد الفهيدة المري من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الآن وانطلقت انتفاضة سالم بن عنزان بن خاتم بن عنزان النعيمي يتقدم على المركز الرابع. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، مهابة انطلقت الآن أحمد بن راشد بن غانم المنصوري من بدأت تنطلق في هذه اللحظات وتعلن حضورها وانطلاقها على المركز الخامس. المركز السادس تصل في هذه اللحظات عواصف محمد بن عبد الله بن محمد بن طرجم السهلي يتواجد على المركز السادس. وسابع التحديات، سابع المراكز، هنالك وصول مشاهدينا متابعينا الكرام وانطلاق مميز من قبل هذه الشعارات القادمة الباحثة عن الفوز والانتصار. من وصلت الآن الدكتورة حمد بن فرج بن هادي المعيان المري يصل في هذه اللحظات على المركز السابع. والمركز الثامن هنالك شعار رجل الخطوط النهائية مع ناصية محمد بن أحمد بن مايد الخيل، يصل هذا الشعار على مستوى المركز الثامن. والمركز التاسع من تقدمت الآن الجزيرة مبارك بن محمد بن مبارك الخيارين، وصل الخيارين في هذه اللحظات على المركز التاسع. المركز العاشر
الرموز السجار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري يحتل المركز العاشر. هذه نتيجتنا وندائنا الثاني لهذا المسار ولهذا التحدي. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى أسياد التي بدأت تنفرد بمقدمة الشوط وتنطلق مشاهدين ومتابعين الكرام بدون أي منافس على مقدمة الشوط. أسياد يا أسياد، سعيد بن حمد بن سعيد الحول المري يسيطر على مدريات وتحديات هذا الشوط. كما تشاهدون الفارق ما بين المركز الأول والمركز الثاني، أسياد متسيدة لهذا الشوط ولهذا الموقف وتتفوق مع هذا الانطلاق والاندفاع. لكن الأوامر صدرت بدري، صدرت مبكرا على سياد. سعيد بن حمد بن سعيد الحول المري المركز الثاني وصل بالمفتاح، بدأ يشكل الخطر مع لوحة الفوميتين ما تبقى عن خط النهاية، ما تبقى عن الناموس. الفهيدة الفهيدة هادي الأعصاب على المركز الثالث. يا سلام، تجاوز المتجاوز، انطلق المنطلق، يتواجد هنا بالمفتاح الذي غير على مقدمة الشوط مع أسيل. أسيل تستفتح الكيلو الأخير، تستفتح الكيلو الخطير. عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي انطلق مع اسيل. اسيل على المركز الاول، المتحده على المركز الثاني، الفهيده الفهيده يحتل المركز الثاني. ثالثا هنا وصلت الجزيره، مبارك بن محمد بن مبارك ال بوسعيد الخيارين على المركز الثالث. المركز الرابع اوصل الضجه، سعيد بن صالح بن رايه المري يتقدم على المركز الرابع. المجازف يصل من الجانب الايمن، هنالك مع جماله عبد الله بن محسن بن علي بن طيثاب ال نديله يتقدم على المركز الخامس. ولكن نعود الى مقدمه الشوط، نعود الى المركز الاول، نعود الى الانطلاق مشاهدينا ومتابعينا الكرام بالمفتاح. ولكن من غير الان، من انطلقت الان؟ الجزيره الجزيره انطلقت الجزيره، مبارك بن محمد بن مبارك الخيارين، الخيارين مع الجزيره، الجزيره مع الخيارين. يا سلام، ال بوسعيد يسيطر، يسيطر على السياره، يسيطر على الناموس، يتقدم الان وينطلق مع انطلاق الجزيره. مبارك بن محمد بن مبارك ال بوسعيد الخيارين، السلام شحاني، السلام قطري، السلام شحاني مع الخيارين. سلام يا الدوحه، سلام سلام يا الشحانية، سلام على فوز الجزيرة. مبارك بن محمد بن مبارك أبو سعيد الخيارين، تهانينا والناموس. المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام تريف الأسيد عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني. المركز الثالث مذيار محمد بن سعيد بن سالم الزرعي من وصل على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت أسيل عبد الله بن راشد بن مفتاح الشامسي. وخامس المراكز وصلت راهية أحمد بن خليفة بن زاهرة الخيلي وصل على المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، تهانينا والناموس لآل بوسعيد الخيارين. هنا لحظات انطلاق الجزيرة، لحظات تجاوزها لأسيل، تهانينا والناموس لحظات وصولها إلى خط النهاية. قاطعة مسافة الخمسة كيلومترات، سبع دقائق التوقيت الزمني، 35 ثانية، سبعة أجزاء من الثاني الجزيرة. مبارك بن محمد بن مبارك آل بوسعيد الخيارين، تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني، المركز الثاني تريف عبد الهادي بن محسن بن راشد الشهواني وصلت بتوقيت 7 دقائق 37 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. وثالثا وصلت مذيار محمد بن سعيد بن سالم الزرعي من وصل على المركز الثالث، 7 دقائق 37 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا